بعرف يمكن أنا وياك مش كتير قراب من بعض، بس أنت هلأ صرت توثقي فيا مش هيك؟ أنا منيحة صدقيني، أنا ما فيني شي. لا تطلعي هيك بعيوني، أنا يمكن لأنه تعبانة شوي لهيك. أنا آسفة آسفة. طلع يا فيه الاسمة، طلع يا فيه، قولي لي شو صاير معك. ما تقولي لي أنك تسممت، لأنه بعرف أنه مش مزبوط. شو صار معك؟ ليش عملت هيك؟ شو فيه؟ إذا قلت لك توعديني أنه يضل بيناتنا؟ أكيد أكيد، قولي لي. أنا ما فيي أتجوز من هذا الرجال اللي بدون يجوزوني إياه، كبير بالعمر وعنده ولد. قالوا لي مع الوقت أنه بتحبيه، بس أنا بعرف حالي أني ما رح أحبه وما رح أتقبله. ما بدي أتجوزه. بس ما بس ما مين بده يجوزك حدا ما بدك إياه؟ ما فهمت، فسري لي. طلعي فيي بسمة. ما بعرف. بسمة، ما في حدا هون، أنا وياك لحالنا، ما في حدا هون، ما حدا عم يسمع. بتعرف ست ليلى لها علاقة بالموضوع؟ لا لا، خلي لونها أزرق. إيه بس مش ستان. رجع ابعت لي المساطير وانا برجع على اساسها بقرر. ايه ايه، مع اللي نقيتهم من قبل. انت شو مفكره حالك عم تعملي تعطي ليلى؟ ما في، لا ما في نقي هيك بلا ما ارجع اشوف المساطير من اول وجديد، ولازم اشوفهم على ضو كمان. ايه ليك، اياك ثم اياك انك تتركني لاخرتك. ست ليلى، بعرف انك ما رح تزعلني. حلو انت مزعلني يعني، وانا كمان ما رح زعلك. يلا نطلب منك تليفون بهيدا الاسبوع. ايه خلاص، بدي انهي الموضوع. ما قدرت بليز رنا روقي، ما بقى تفكري، ما بقى تفكري وتعصبي بليز، ما بقى تزعلي حالي. احنا حرام فرح، حرام يلي صار فينا. مثل ما عم قلك، بليز احكي مع بابا. ماما إذا بتريدي، هو مصر كتير يشتري لي البيت وأنا ما بقى بدي إياه. أنا ندمت كتير لأنه عجبني البيت. ما بتصدقي بسببه شو صار لك؟ زعلت مني ماما ليلى وزعل مني خليل. ماما أنا بحبهم كتير، ما بدي زعلهم. هو صح أنا كنت متمنية يكون عندي بيت، بس صدقيني أنا مبسوطة بهذا القصر وكأنه كله مالكته.